السمعي. طيب امبارح الحقيقة كنا اتكلمنا على انه يعني واضح انه الامور مش متزبطة قوي بين كابتن حسام حسن مدرب المنتخب والنجم محمد صلاح نجم مصر الاول والكبير يعني. وانا شفت انه لابد ان الامر ده يتم معالجته بهدوء شديد جدا، وانه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحاجات دي ما بتفوتوش. الحقيقة الدكتور اشرف يعني بيلعب دور كبير ومهم انه يدوب الجليد بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وبين النجم محمد صلاح. ما علمته انه عمل تواصل امبارح مع الطرفين، ما عرفش يكلموا بعض ولا، لكن عمل تواصل مع الطرفين، يمكن هو تواصل من هنا ومن هنا، وكان في مرونة كبيرة جدا في كل المواقف اللي علاقة ما بينهم يعني. والفترة اللي جاية هيعمل اكتر من تواصل تاني. ومعلوماتي يعني انه على هامش نهائي كاس مصر الوزير هيكون موجود ان شاء الله، وحسام هيكون موجود، وابراهيم هيكونوا موجودين، احتمال يكون في كونفرنس ما بينهم الثلاثة يعني، او زوم او حاجة يعني. نتمنى انه الموضوع ده من بدري بدري يا جماعة يخلص وتوضيح الامور. والحقيقة هكون اكثر وضوحا، لا لازم اتكلم بوضوح يعني. ياريت الكلام يبقى مثلا ما بين فرد فرد فرد، بمعنى سيادة الوزير كابتن حسام ومحمد صلاح خلاص، لانه هنا بقى الموضوع ادارة فنية. خلاص حصل الحوار مع ابراهيم حسن، تمام، خلي الحوار مباشر بقى ما بين حسام حسن ومحمد صلاح عن طريق الوزير، وهنا بقى ايه يبدأ كابتن ابراهيم حسن يؤدي دوره الاداري المطلوب منه، لانه المدير الفني هو كابتن حسام حسن. ومحدش يزعل من كلامي، بس انا كلامي ساعات بيزعل، بس انا ما هو انا لازم اقول الصح وخلاص بقى، والارزاق على الله سبحانه وتعالى يعني. لا يمكن الاستغناء عن صلاح وحسام حسن. انا مش عايز اكرر الكلام قلته امبارح، ده مدرب منتخب مصر يعني، واحنا عايزين نعيد او نستنسخ تجربه مصريه، اما تجربه الجوهري او تجربه حسن شحاته مع حفظ الارقام. فعايزين ننجح، عايزين نوفر عوامل النجاح شويه يعني. انا مثلا في المؤتمر الصحفي اللي عمله حسام حسن كان نفسي يتكلم هو بس على موضوع صلاح، او ابراهيم بس اللي يتكلم، فما ينفعش الاثنين يتكلموا، واحد بس اللي يتكلم في الموضوع ده، واحد بس اللي يسوق، وافضل حسام حسن، لانه الجانب الفني مرتبط الاثنين ببعض، فافضل حسام حسن عند في هذا الموقف يعني. شكرا دكتور اشرف صبحي، وان شاء الله الامور تعدي بسلام وخير، ومش احنا مش عايزين بس اي حاجه تعكر صف المنتخب، لانه عندنا كاس عالم، وعندنا كاس عالم فيه 48 منتخب. انا كنت بتكلم مع حد من النجوم العرب الكبار يعني، فاساله بقول له ايه الاخبار والدنيا والحدوته ايه يعني، وشايف متوقع ايه لمصر، قال متوقع ايه لمصر، ده تبقى مصيبه لو ما رحتوش كاس عالم يعني، والله كده بالحرف يعني. قلت له بقى انت عارف الكوره بقى ومنافساتها ومفاجاتها، قال لي منافسات ايه ومفاجات، انت هتعترض ولا يا كابتن؟ قال احنا هنهزر، ده مصر. وبعدين قال لي انت خلاص بدات كسبت ماتشين عندك، قال لي بوركينا فاشو تكسبه هنا في مصر، وغينيا بيساو مبروك على مصر اول الفرق او اول الدول المتاهله يعني باذن الله. فاتمنى انه ده يحصل يعني، والامور تعدي على خير، لان احنا عايزين نكسب، احنا مهم جدا ان احنا نكسب باذن الله، والدنيا تمشي بشكل كويس يا رب، نقول يا رب ان شاء الله. طيب خلصنا بقى الموضوعات دي بقى والخلافات والمشاكل، وتعالوا بقى نروح للكونفدرالية نشوف اللي تأهلوا، ما لناش دعوة باللي خرجوا. المجموعة الأولى اتحاد الجزائر الجزائري ومعاه مودرن فيوتشر أول وتاني، وده كان متوقع يعني، أول ما المجموعة اتقالت ده كان متوقع.
المجموعه الثانيه الزمالك ومعاه ابو سليم الليبي. ابو سليم اعتقد انه مفاجاه يعني، كان متوقع سجرادة الانجولي، فكويس ان ابو سليم قدر يخطف بطاقه. المجموعه الثالثه دريمز الغاني وريفرز يونايتد النيجيري، صدق او لا تصدق انه فريق الافريقي التونسي حتى ما قدرش يعدي المجموعه. في يا جماعه باستثناء الترجي في حاله تردي شديد جدا لمستوى الانديه في تونس، وده انعكس على مستوى المنتخب التونسي كمان، ففي مشكله في الكره التونسيه بقالها كام يوم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. النهارده ضيفنا الكابتن احمد شوبير بيتكلم على ازمه الثقه اللي بين الكابتن حسام حسن والكابتن محمد صلاح، الاثنين نجوم كبار، الاثنين اكبر مما تتخيل. المفروض ان الموضوع يخلص بمنتهى الشياكه، بمنتهى السريه التامه، سواء اذا كان كابتن محمد صلاح او اذا كان الكابتن حسام حسن. لو بادر الكابتن حسام حسن باتصال هاتفي، بسفر لانجلترا، بي ايا كان الشكل، انت بتتكلم في منتخب مصر، بتتكلم في مصلحه بلد، انت بتتكلم في حاجه كبيره جدا وهي منتخب مصر، فيجب الموضوع. وطبعا في صناع القرار وصوت العقل وزير اشرف صبحي، وان شاء الله بامر الله يكون الموضوع يعدي على خير وتبقى زوقعه فنجان، وكل اللي يهمنا منتخب مصر، سواء وجود الكابتن حسام حسن او وجود محمد صلاح، اهم حاجه عندنا منتخب مصر في كاس العالم القادم. اسمع رايك في الكومنتات، تحياتي احمد الخواجه.